يا صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من صباح اون تايم، كالعاده في صباح اون تايم بنبدا مع حضراتكم اليوم بكل المستجدات اللي كانت معانا في مدار ال 24 ساعه الماضيه. كمان بنتكلم على احداث النهارده، ايه اللي هيحصل يا ترى في المسابقه المحليه، بالاضافه الى بعض الامور في الحديث الخاص بكره القدم العالميه. كل ده على مدار ساعه ونص باذن الله في حلقتنا النهارده من صباح اون تايم. ضغط المباريات متوالي في بطولة الدوري في نسخته لهذا الموسم، النسخة رقم 64. منذ أيام قليلة انتهت الجولة التاسعة، وبإذن الله النهاردة هتبدأ ماتشات الجولة العاشرة. والحمد لله الأمور بدأت تمشي بسرعة، وبدأنا نشوف تقريبا كل 3 أو 4 أيام مباراة لفرق من الفرق، وكمان في فرق كان مضغوطة. يعني الأهلي كان لسه بيلعب منذ أيام قليلة، إن شاء الله هيلعب غدا بإذن الله مع سيراميكا كليوباترا. ولكن قبل ما نتكلم على الجولة العاشرة واللي هتبدأ النهاردة بلقاء هام جدا هجمع فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري على ملعب الدفاع الجوي، خلونا كده نشوف ايه اللي حصل في الجولة التاسعة. وطبعا كما موضح امام حضراتكم موعد المباراة ومكان اقامتها بإذن الله تبدأ في تمام الساعة 5 مساء على استاد الدفاع الجوي، واكيد هنتكلم عن هذه المباراة باستفاضة. ولكن خلونا نشوف كده ايه اللي حصل في الجولة التاسعة، هنلاقي او هنستشف بعض الامور. يعني انا كنت بتكلم قبل كده بقول ان هي جولة المفاجآت، ولكن هضيف عليها جولة المفاجآت والاثارة، لان كل الفرق اللي بتنافس على القمة اهلي زمالك بيراميدز وفيوتشر على الترتيب، واللي كانوا محتلين اطراف المربع الذهبي، بالاضافة كمان الى غزل المحلة الفرقة اللي بتنافس معاهم بعد كده، كلهم خسروا نقاط. الاهلي طبعا تابعنا التعادل اللي حصل امام سموحة كان تعادل سلبي، نادي الزمالك نفس الحال تعادل سلبي امام القولون العرب، والمفاجأة الكبيرة جدا ان بيراميدز بيخسر امام طبعا فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد. لا نقلل من الداخلية، ولكن ان فرقة تكون بتنافس وعندها 17 نقطة، الفوز هيخليها 20 وتقرب من الاهلي والزمالك. اعتقد خسارة 3 نقاط هامة جدا لبيراميدز، وفي توقيت كمان هام. هنلاقي كمان فيوتشر اللي كان عمل تعادل سلبي مع طلائع الجيش بطعم الهزيمة، لان كان في كمان افضلية وتفوق لفريق طلائع الجيش، فبالتالي المنافسة في القمة فضل الحال كما هو عليه، مفيش فرقة وسعت الفارق. يعني فضل الفارق ما بين الأهلي هم نفس النقطتين، ونفس الحال بالنسبة للزمالك اللي وراه على طول بيلاحقوا عدد من الفرق زي فيوتشر وبيراميدز، كلهم خسروا نقاط. ولكن إن كان يعني كلهم ثبتوا الوضع، إن كان بيراميدز هو اللي خسر نقطة أزيد منهم بسبب الهزيمة في مباراته أمام الداخلية. الأمر الثاني الحقيقة قلة أو ندرة التهديف. فرق كتيرة جدا بقت تلجأ إلى الأمور الدفاعية، إنها بتأمن نفسها شوية مع بداية الشوط الأول أو بداية أحداث المباراة، وتبدأ بعد كده بناء على سير أحداث المباراة فنيا أو تكتيكيا تبدأ تعمل بعض التغييرات الهجومية. فبالتالي إن أنا ما تلقاش أهداف أفضل من إن أنا أبادر بالهجوم، فبالتالي كل المباريات انتهت بتعادلات سلبية كتيرة جدا. نشوف غزل المحلة بيتعادل سلبيا مع فاركو، ونشوف زي ما قلت لحضراتكم فيوتشر مع طلائع الجيش تعادل سلبي، الزمالك مع المقاولون تعادل سلبي، كمان الأهلي مع سموحة تعادل سلبي. يعني 4 مباريات بيكون فيها تعادل سلبي. حتى المباريات اللي شهدت أهداف يعني شهدت هدف واحد، زي مثلا المسك بورسعيد اللي تفوق على النادي الإسماعيلي بهدف كمان كان في أول سير أحداث المباراة عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو. فبالتالي حتى ندرة الأهداف كانت موجودة في المباراة اللي شهدت تسجيل بعض الأهداف. فبالتالي لما نتكلم أن 10 أهداف فقط هم الأهداف اللي سجلوا في الجولة التاسعة، هنلاقي أن دي قلة كبيرة جدا في الأمور التهديفية. أمور كتيرة جدا كمان لاحظناها من خلال المباراة اللي كانت معنا في الجولة التاسعة. أما هذه الأمور أن في فرق كمان، والنقطة دي أنا هقف عندها شوية، بدأت تحقق الفوز الأول. شوفوا حضراتكم بقول لحضراتكم الفوز الأول وفي الجولة التاسعة،
وهنا بتكلم على فرقتين زي حرس الحدود الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى أو الدوري الممتاز، وبتكلم كمان على الداخلية اللي بيحقق الفوز الأول. تخيلوا حضراتكم آخر فوز ليهم كان لما بينشطوا في دوري القسم الثاني، فبالتالي هنا هروح لجزئية هامة وهي فكرة إن أنا بجدد دايما الثقة وخلي المدير الفني بيشتغل بارتياحية. مش معنى إن هو كان عنده نتائج سلبية خلال 8 مباريات ألاقي إن الموضوع على طول إيه، لا يلا في إقالة أو توجيه الشكر أو أبدأ أفكر في تغييرات كبيرة جدا على الأجهزة الفنية. لا، المفروض إن زي ما هما المؤسستين دول فضلوا صابرين على الكابتن رضا شحاتة أو الكابتن أحمد أيوب، لازم نفس الثقة دي تبقى شعار كل الأندية، لأن في الآخر كل مدير فني مع توالي المباريات هيكون في تعثر وهيكون في فقدان للنقاط لكل الأندية. شفناه النادي الأهلي يعني بكل الكوكبة اللي عنده من النجوم، ولكن ضغط المباريات خلى النادي الأهلي يقدم مباراة غير جيدة أمام فيوتشر وبيخسر نقطتين، بيفوز في اللحظات الأخيرة على فرقة فاركو اللي مع القيادة الفنية الأولى للكابتن إيهاب جلال كانوا كمان متميزين شوية عن النادي الأهلي، وكان ممكن المباراة تخلص بالتعادل، ولكن فكرة بقى إن النادي الأهلي بيحسم اللقاءات دايما في الثواني الأخيرة، بيتفوق على فاركو 2-1، بعد كده بيتعادل مع سموحة، فالمباراة بقت صعبة، وفكرة فقدان النقاط على الأهلي والزمالك وعلى كل الأندية الحقيقة واردة جدا. النادي الأهلي كده حتى هذه اللحظة بيخسر 4 نقاط، ونفس الحال نادي الزمالك 3 تعادلات كان بدأها طبعا مع إمبي، مرورا مع المصري بورسعيدي، وأخيرا مع المقاولون العرب. فبالتالي نادي الزمالك خسر حتى هذه اللحظة بعد مرور 9 جولات 6 نقاط. فبالتالي فكرة إن الأندية إنها تصبر شوية على المديرين الفنيين أعتقد هي الفكرة الجيدة، وده اللي حصل لما شفنا أول فوز لحرس الحدود على حساب البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ونفس الحال الداخلية اللي بيحقق فوز هام جدا ومفاجئ على فريق بيراميدز بنفس النتيجة. ويعني هنا بنبص على فكرة أول فوز اللي بالتالي بيشعل بقى إيه؟ بيشعل المنافسة في مؤخرة جدول الترتيب. الحقيقة دلوقتي بعد فوز الداخلية وبعد فوز حرس الحدود، هزيمة النادي الإسماعيلي أمام المصري بورسعيدي بتؤزم الموقف شوية في نفس التوقيت اللي الكابتن أيمن الرمادي بيقدم فيه مباراة جيدة جدا مع فريق أسوان، بدأ يبقى فيه طفرة، بقى فيه شكل هجومي، بقى فيه هوية لفرقة أسوان، بيخلي كمان نجوم كتير جدا كان خلاص يعني آخر فرصة ليهم في الدوري العام الممتاز، إذا ما تفوقوش فيها أو أثبتوا جدارتهم أو حقهم في التواجد في الدوري خلاص ممكن نلاقيهم في السنة القادمة في دوري القسم الثاني. وهنا بتكلم على واحد من هدافي الدوري محمد حمدي زكي اللي أنا الحقيقة بوجه له كل التحية، أنا تابعت معظم مباريات أسوان، الراجل بقى فت جسمه يعني بقى تحسن فيه، كان زايد في الوزن شوية في السنوات الماضية، عامل كل حاجة الحقيقة وبيهدف وأهداف كمان ممتعة، حتى كان في أحد المباريات كان فيها هدف احتسب تسلل، ولكن باين قد إيه تركيز محمد حمدي زكي مع مباراة أسوان، وصل لرصيد من الأهداف 4 أهداف، وفرقة أسوان نفسها كمان ارتقت من النقاط إلى نقاط هامة، بعدت شوية عن يعني الفرق اللي موجودة في المؤخرة، وهي الفرق اللي أنا هقولها لحضراتكم دلوقتي الإسماعيلي والبنك الأهلي وإمبي وحرس الحدود، أسماء كبيرة جدا كلهم لهم من النقاط 6 نقاط، وأعتقد أن الأمور هتشتعل بشكل كبير جدا في مسابقة الدوري. ندخل بقى نسيب الجولة 9 ونشوف ونبدأ نستشف كده إيه اللي هيحصل في الجولة 10 اللي النهاردة هتبدأ بمباراة هامة جدا زي ما أنا وضحت على استاد الدفاع الجوي، أو يعني عندما يستضيف بيراميدز فريق الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري جاي من فوز هام جدا في الجولة الماضية، حقق انتصار وكان هدف مهم جدا على سيراميكا كليوباترا، كانت مباراة رايحة جاية بين كلا الفريقين، ولكن الاتحاد حسمها بالخبرات اللي موجودة عند فرقته، حسمها كمان بتألق واحد من النجوم في هذه المباراة طبعا، وهو محمود علاء مدافع منتخبنا الوطني المصري والمعار من نادي الزمالك. محمود علاء تألق بشدة في هذه المباراة، ويمكن في الاستوديو التحليلي هنا كمان ادينا له لقب رجل المباراة، بالإضافة إلى اللاعب طبعا اللي حصل عليها والصاعد حديثا من دوري القسم الثاني وأول سنة دوري ممتاز أحمد عيد، اللي بيسجل هدف ممتع جدا من الأهداف الممتعة في بطولة الدوري مع فريق الاتحاد السكندري، وهو أول أهدافه، وبدأ إن هو ياخد كده على أجواء المباريات في بطولة الدوري. الاثنين مكسب الحقيقة بالنسبة لفريق الاتحاد السكندري، فبالتالي بيرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 18، ولكن الطريف بقى أن الاتحاد السكندري من الفرق اللي ما عملتش تعادلات خالص، هو يا إما بيكسبوا يا إما بيخسروا. طبعا الشيء اللي يحسب للجهاز الفني بقيادة مانولوفيتش أنه هو بعد الهزيمة في مباراة الأهلي بدأ أنه هو يلم الفرقة سريعا سريعا، وبيحقق 3 انتصارات متتالية زي ما قلت لحضراتكم، آخر انتصار كان هو أمام سيراميكا كليوباترا، أمام فرقة بقى هيبان النهارده هل بالفعل بيراميدز عندها مشاكل ولا لا، لان بيراميدز اللي ورا بقى الكواليس في مشاكل كتيره جدا مع بعض اللاعبين، في كلام على لعيبه هترحل، في كلام على لعيبه
عندها مشاكل، فبالتالي بتتعرض لعقوبات اداريه والفريق بيتحرم منه، وبالتالي ايضا اللاعب بيتحرم ان هو يكون موجود في احد المباريات. الفرقه ماشيه على سطر وبتسيب سطر، يعني مش فاهمين بيراميدز السنه دي رايح لفين بالظبط، ولكن بنامل ان هو يدخل في المنافسه بشكل جيد، عشان بالفعل لما بنتكلم على دوري قوي بنقول ان دوري قوي لان بيكون في تقارب في المستوى، بس عايزينه بقى بالصيد الايجابي، مش تقارب في المستوى وكل المباريات تعادل سلبي والمباريات متقفله، لا عايزين نشوف مباريات ممتعه كل الفرق بتكسب، ويبقى ما فيش اكسبكتيشنز او توقعات مين اللي هيكسب مباراه النهارده، وده اللي بيدي الدوري متعه بشكل كبير جدا. بيراميدز على كل حال من الاحوال عنده 17 نقطه في المركز الخامس، فوزه النهارده هيوصل للنقطه 20، هيقرب تاني من المنافسه، وتفضل كده الكوره رايحه جايه لحد ما في فرقه في الاخر هتحسم لقب الدوري العام ممتاز، عشان الفرق التانيه سمحت لها بالفوز بهذه البطوله بعد تسلسل او تسرب النقاط منهم. الحقيقه امور كلها مهمه وممتعه في بطوله الدوري اللي احنا بنامل دايما انها تكون بالشكل الامثل. هنسيب ملف الكرة المحلية ونركز شوية مع لاعبتنا المصريين المحترفين، وهنروح لملف الأفضل في العام. يعني خلاص حضراتكم كل سنة وانتم طيبين، مقبلين على عام جديد عام 2023، واحنا بنخلص خلاص شهر ديسمبر نبدأ نتكلم شوية على ملف الأفضل في العام بناء على الأرقام وما قدموه. وكل حلقة الحقيقة مع زميلاتي العزيزات سواء فرح علي او مرهان عمرو بنبدأ ان احنا ناخد موضوع مختلف بنتكلم فيه عن نجومنا المحترفين في الدوريات الأوروبية وغيرهم من اللاعبين المصريين وباقي الملفات في ملف الأفضل. ولكن النهاردة قبل ما نتكلم عن هذه الفقرة هسأل حضراتكم سؤال بيتعلق أكيد بإجابات حضراتكم، لأن مشاركة حضراتكم مهمة جدا من خلال فقرتنا فقرة اللعبة. سؤالنا النهاردة عن أفضل محترف مصري في عام 2022. شاهدنا وشفنا عدد كبير جدا من محترفينا المصريين، في مقدمتهم محمد صلاح نجمنا المصري، وأكيد مرورا بعدد من اللاعبين اللي كلهم بالمناسبة بينشطوا في المراكز الهجومية، مرورا طبعا بعدد من اللاعبين زي طارق حامد وحجازي في المراكز الدفاعية، ولكن بنتكلم على عدد كبير جدا، محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا. الحقيقة بنتمنى ليهم كلهم التوفيق، ولكن هنبدأ بنجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول اللي امبارح كمان بيتألق، وبتبدأ مباريات الدوري الانجليزي. مباراة سجل 15 هدف منهم 14 مباراة في الدوري، لعب مع ليفربول 14 مباراة، قدر ان هو يسجل 6 اهداف بالهدف اللي سجله امبارح، وصل ان هو بقى 7 اهداف. فبالتالي كنت طبعا بتكلم على اجمالي العدد والمنافسه الكبيره جدا الموجوده من هالاند اللي بيتصدر جدول الترتيب عنده 18 هدف، ولكن ان شاء الله بنامل في المباراه القادمه نجمنا المصري محمد صلاح يقلل الفارق ويبقى موجود حتى في زمره الهدافين، وان لم يحصل عليها فده لا يقلل ابدا من قيمته الكبيره جدا مع ليفربول. عمل محمد صلاح السنه دي 3 اسيستات، والهدف يعني اللي سجله فيرجيل فان دايك امبارح كان اخر اسيست لنجمنا المصري محمد صلاح. هتاكد كمان بس مع مرور الوقت هل امبارح كان الاسيست الرابع ولا لا. وكمان لعب في دوري ابطال اوروبا اللي بيقدم فيه مستويات استثنائيه السنه دي، 6 مباريات سجل 7 اهداف، وده رقم عظيم جدا لنجمنا المصري محمد صلاح ان هو يبقى في الشامبيونز ليج في المرحله اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي من هدافي المسابقه، واعتقد ان هو بيتساوى مع مبابي في رصيد الاهداف، كل منهم له 7 اهداف وبيتنافسوا على لقب هداف الشامبيونز ليج. اعتقد دي من الامور العظيمه جدا لنجمنا المصري محمد صلاح. نتكلم كمان بقى على ما قدمه محمد صلاح نجمنا المصري لمنتخبنا الوطني المصري. قدر طبعا بالكوكبه الكبيره من النجوم ان هم يوصلوا الى المباراه النهائيه، ولكن طبعا قدر الله ما شاء فعل الجانب ده يمكن حزين شويه بالنسبه لنا كلنا، ولكن نهايه كاس الامم الافريقيه اللي كانت موجوده في الكاميرون اعتقد ما كناش موفقين شويه بسبب عامل الحظ ان احنا نوصل بالكتيبه الموجوده وبرده نبقى خارج التوقعات وناتي من بعيد ونتفوق على منتخبات كبيره. اعتقد بالاداء اللي قدمه المنتخب المغربي ونفتكر ان احنا قطعنا بيهم، اعتقد ده تفوق ل نجومنا المصريين اللي فعلا قدموا بطوله استثنائيه، ولكن في الاخر ركلات الترجيح بتخلينا نخسر اللقب في توقيت كمان كان في مندي متفوق مع المنتخب السنغالي، بعدها بنوصل للمباراه الفاصله ايضا بنتفوق هنا في القاهره هناك بافضليه كمان ان هم لعبوا علينا اكسترا تايمز، ولكن بتتعادل النتيجه وفي الاخر برضو بنخسر بركلات الترجيح. فاعتقد كان جانب مؤلم لينا كلنا كمصريين ان احنا نفقد فرصه التواجد في كاس العالم، وايضا نخسر لقب هام جدا في كاس الامم الافريقيه بسبب ركلات الترجيح.
هسيب محمد صلاح نجمنا المصري وننتقل إلى نجم آخر، نجم قيمته التسويقية وصلت دلوقتي إلى 10 مليون يورو، ما شاء الله طبعا محمود حسن تريزيجيه، واحد من نجوم لمحمود حسن تريزيجيه اللي أيضا بنتمنى له إن شاء الله إن الخطوة بتاعت ترابزونسبور والدوري التركي بشكل عام إن هي تبقى خطوة موفقة ويرجع مرة تانية إلى الدوري الإنجليزي، لأن أنا من المنتمين شوية لمدرسة الكرة الإنجليزية أو الدوري الإنجليزي الدوري الممتع، ودايما لما بنشوف لاعب مصري متواجد في هذه البطولة بنبقى سعداء جدا. وعشان يكمل المسيرة الجيدة لمحمد صلاح ومحمد النني وعدد من النجوم المصريين اللي احترفوا في الدوري الإنجليزي، هننتقل بقى من محمود حسن تريزيجيه لاعب برضه بيقدم مستويات جيدة هذا الموسم، مصطفى محمد نجمنا المصري واللي وصلت قيمته حتى هذه اللحظة اللي بتكلم فيها مع حضراتكم إلى 6 مليون يورو، ولسه أعتقد إن سعر مصطفى كمان هيزيد في الملاعب الأوروبية، لاعب صغير في السن، لاعب بيشارك بشكل أساسي مع منتخبنا الوطني المصري أو المهاجم الأساسي ليه دلوقتي، فأعتقد كل دي بتخلي فرص مصطفى محمد إن شاء الله إن هو ياخد خطوات للأمام. وبرضه عجبني التحدي اللي فيه مصطفى محمد، فكرة ان هو دايما بيقبل الإعارة حتى لو بمقابل مادي اقل، ساب جلطة سراي بعد يعني ما كان ماشي كويس جدا، اخر فترة ما كانش ماشي بشكل جيد، كان بيجيله عروض كتيرة جدا من الدوري الفرنسي، ولكن بيقبل التحدي مع نادي نانت الفرنسي وبدأ ان هو ياخد خطوة هامة في المسابقة الفرنسية اللي بتصنف برضه انها من الدوريات الخمس الكبرى، وان كانت المنافسة فيها مش زي مثلا الدوري الاسباني او الدوري الالماني او غيرها من الدوريات، يمكن الدوري الالماني معروف دايما بايرن ميونخ بيحسم المسابقة وكل كام سنة كده بيجي نادي بيبدأ يضايق بايرن ميونخ، نفس الحال على بالنسبة للدوري الفرنسي برضه بي اس جي بياخد دايما اللقب، ولكن كل كام سنة بيظهر نادي مثلا موناكو مارسيليا بيبدأ ان هو يضايق فرق الدوري الفرنسي، ولكن بنتكلم بقى الدوري الاسباني معروف المنافسة فيه، وايضا نفس الحال بالنسبة للدوري الايطالي والدوري الانجليزي. مصطفى موجود في واحدة من الدوريات الكبرى وهي الدوري الفرنسي، الحقيقة بيقدم مباريات وارقام مميزة مع فريقه في الموسم الحالي، ونتكلم على ارقام مصطفى محمد الموسم الماضي قبل ما نتكلم على ارقامه في الموسم الحالي. لعب 41 مباراة مع فريقه جلطة سراي التركي في كل المناسبات، قدر ان هو يسجل 8 اهداف في الدوري والكاس وعمل 5 اسيستات، ولكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم فضل ان هو ينتقل الى دوري اخر الدوري الفرنسي، بيخوض تحدي مع نادي نانت اللي لعب معاه حتى هذه اللحظة في الموسم الجديد 22 مباراة في كل المناسبات، لأن هم طبعا بيشتركوا في الدوري الأوروبي، سجل 6 أهداف منهم 4 في الدوري الفرنسي و2 في الدوري الأوروبي، وعمل 4 صناعات للأهداف أو 4 أسيستات، وصل مع الفريق الفرنسي للمرحلة الإقصائية من الدوري الأوروبي، وإن شاء الله في دور ال 32 عندهم مباراة هامة جدا مع العجوز فريق يوفي الإيطالي، وأكيد إن شاء الله هتكون اختبار هام جدا لمصطفى ويبدأ يقدم نفسه أكتر كمان للملاعب الأوروبية ويثبت نفسه كمان لمحبي كرة القدم المصرية إن إحنا هيفضل عندنا نجوم الأناكوندا إن شاء الله، بنتمنى له كل التوفيق. يعني كان شارك أيضا مع منتخبنا الوطني المصري في تصفيات أمم أفريقيا، ما كانش ليه دور في تسجيل الأهداف ولكن كان محطة مهمة جدا في فكر كروش اللي كان دايما بيسحبه إلى منطقة نص الملعب، ولكن مع منتخبنا الوطني المصري هنفتكر له أهداف هامة جدا في مرمى النيجر وغيرها من المنتخبات، وإن كان في ذاكرتي طبعا المباراة الأخيرة الودية أمام المنتخب البلجيكي وهدف رائع جدا كلفت بيه كل دفاعات المنتخب البلجيكي، وحتى كورتوا اللي بنتكلم عليه كتير جدا وعن تألقه ومستواه الثابت مع فريق ريال مدريد حتى ما شافش الكرة من قوتها، واعتقد كان هدف هام جدا لمصطفى محمد في هذه المرحلة من مشاركاته مع منتخبنا الوطني المصري. انتقل لنجم اخر، والنجم اللي انا دايما شايف ان هو اداريا على السنوات القادمة وبعد ان شاء الله ما ربنا يعني يكتب له ان هو يخلص كده مسيرته في الملاعب، محمد النني. محمد النني اللي دايما كل المديرين الفنيين مصريين او غيرهم من المديرين الفنيين والاسماء والقامات الكبيره بيتكلموا دايما على مساهماته في استقرار الفرقه، مساهماته كواحد من قاده الفريق، شفناه طبعا بيحط الارم باند او شرط الكابتنه كده بمعنى اصح على دراعه مع فريق الارسنال، فشيء يعني بيخلينا كلنا فخورين ان فرقه زي الارسنال بتاريخها الكبير ان هو حصل عليه مع تشيلسي وحصل عليه مع ليفربول، بنامل ليه ان شاء الله كل التوفيق. محمد النني برضو واحد من نجومنا المصريين. نروح لمدافع يعني صلب من المدافعين اللي يعني تعودنا عليهم في دفعات منتخبنا الوطني المصري وهو احمد حجازي اللي قيمته حاليا رغم ان هو متواجد في الدوري السعودي لاعب من اللاعبين يعني طبعا متالقين والمدافعين متميزين في افريقيا واللي برضه كان خاض بعض الامور الاحترافيه في انجلترا مع ويست بروميتش، ولكن قيمته حاليا هي 2.5 مليون يورو. احمد حجازي بيلعب دايما دور مؤثر مع منتخبنا الوطني المصري، تاهل مع فريقه فريق اتحاد جده
لمباريات مؤثرة، وشارك في الموسم اللي فات في 18 مباراة وسجل 3 أهداف، وده معدل جيد بالنسبة لمدافع دايما بيشترك في الكرات الرأسية أو الضربات الثابتة، فإن هو كمان يسجل مع اتحاد جدة أعتقد من الأمور الإيجابية لنجمنا المصري ونجم الدفاع المصري أحمد حجازي. الموسم الحالي لعب 8 مباريات، والدوري السعودي كان واقف شويه بسبب برضو مشاركات كاس العالم وغيرها من الامور، فلسه ان شاء الله الاثاره هتكون موجوده في الدوري السعودي في الاسابيع القادمه. سجل هدفين وفريقه حاليا بيحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطه وبفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق النصر السعودي. واسيب احمد حجازي وانتقل الى نجمنا المصري الاخر عمر مرموش اللي بدانا نشوفه في مباريات كثيره جدا في البوندسليغا. لاعب بيتألق في الملاعب الألمانية، ودايما لما بتكلم على الدوريات الخمس الكبرى أي لاعب متواجد فيها أعتقد هي فايدة كبيرة جدا، بنصدر اسم اللاعب المصري وهويته، كمان إحنا المنتخبات الوطنية بنستفاد كبير بشكل كبير جدا من عقلية، فبالتالي برضو تجارب احترافية كبيرة. والأهم بقى في كل اللي أنا بقوله ده دايما اللاعب اللي بيخوض تجربة احترافية الاستمرارية، الاستمرارية هي اللي خلت واحد زي نجمنا المصري محمد صلاح يبدأ في بازل السويسري، من بازل بينتقل بعد ما بيقدم مباريات كبيرة جدا أمام عمالقة إنجلترا، على طول مورينيو بيحط عينه عليه بينتدبوا إلى تشيلسي. الاستمرارية بتاعت محمد صلاح ما أحبطش لما لقى نفسه ما بيشاركش في توقيت كان هو لسه فيه صغير في السن شوية أو ما عندوش النضج الكافي أو التأقلم على الملاعب الإنجليزية، بيكمل من تشيلسي بينتقل إلى الدوري الإيطالي بيخوض تحدي جديد جدا، بنلاقي الراجل بعدها بيبدأ يتكلم إيطالي رغم عدم إجادته للغة الإيطالية، وده إصرار منه. بيتألق مع فيورنتينا، من فيورنتينا بيتفتح له الباب في نادي أكبر ونادي عنده جمالية أكبر، نادي روما طبعا، بيتألق مع روما بيروح ليفربول ويبدأ كتابة التاريخ. فالاستمرارية هي أهم ما من وجهة نظري ما يقدمه أي لاعب، أهم من الأرقام وأهم من قيمته التسويقية وأهم من الأهداف وأهم من الأسيستات وأهم من كل ده. نجاحه بعد كده ده نجاح للنادي، ولكن الأهم بالنسبة له هي الاستمرارية. أنا ما أطلعش احتراف لمدة سنة أو سنتين وأرجع بعد كده عشان مشتاق لأي حاجة في بلدي أو عندي أي ظروف. اللي بيقبل التحدي هو كل لاعب فترة يعني التألق بتاعته تقريبا بتبقى 10 سنوات، فأنت يا إما تموت نفسك في العشر سنوات دول وتقدم كل ما لديك، يا إما في الآخر ما تفكرش في الاحتراف. وفعلا زي ما مديرنا الفني يعني اشتكى شويه من قله وجود اللعيبه المصريين، اتمنى بصفه شخصيه ان الانديه بالفعل تستفاد ماديا وتبدا تفتح باب الاحتراف للعيبه. احنا بنتكلم هنا في الدوري المصري بنقعد نقول اللاعب عنده 23 سنه ولاعب صغير ولاعب ناشئ، ونفس الحال مدير فني يبقى عنده 50 سنه ونقول لك لا لسه مدير فني صغير. النهارده سكالوني ليونيل سكالوني واخد بطوله كاس العالم وشوفوا عنده كام سنه، ديشامب واخد بطوله كاس العالم وشوفوا كان عنده كام سنه. كل المديرين الفنيين دول بيبداوا المسيره بدري وبتلاقيهم وصلوا لمرحله النضج وهم عندهم 44 سنه. نفس الحال واحد زي امبابي وغيرها من المواهب الاوروبيه بنلاقيهم كلهم صغيرين في السن. فبنامل ان شاء الله بدل ما احنا بنتكلم على حوالي 6-7 لعيبه محترفين وكلهم يعني طبعا نجوم، بنامل ان شاء الله ان انا اكون في يوم من الايام بقدم ورقه فيها ما لا يقل عن 20-30 لاعب مصري، وان شاء الله يكون لاعبتنا دايما ليهم دور مؤثر دايما في الملاعب الاوروبيه. المهم خلونا نشوف دلوقتي تقرير عن الاغلى في الملاعب العالميه او اغلى اللاعبين في الملاعب العالميه ونرجع نكمل مع حضراتكم. اعتقد ان مبابي وهالاند مش بس هم الاغلى، ولكن دي الخناقه القادمه، واعتقد هنشوف فكره البالون دور او الفيفا المقدمه كمان من قبل فيفا، فيفا ذا بيست، هتكون الصراع دايما ما بين اثنين من الحقيقه من النجوم اللي بما يقدموه من مستويات تهديفيه وامور تكتيكيه داخل الملعب وكلام كتير جدا عن النجمين دول في سن صغير واللي محققين الاستمراريه كمان زي ما بقول لحضراتكم. يعني كنا بنتكلم منذ قليل عن فكره الاستمراريه، مبابي منذ ان بدا مع موناكو بعد كده دخل على البي اس جي وادائه مع المنتخب الفرنسي، لاعب كان بيتالق منذ 4 سنوات، يعني بنفتكر كاس عالم 2018 في روسيا قد ايه اللاعب ده بزغ نجمه، كان شوف عنده كام سنه وبدانا نقارن بينه وما بين بيلي، والانطلاقه دايما للاعيبه الشباب في بطولات كاس العالم بيكمل نفس الاستمراريه بيحقق كل الارقام القياسيه والاداء الهاتريك والاداء الرائع في بطوله كاس العالم. نفس الحال على هالاند اللي بدا طبعا مع ريد بول سالزبورج بعد كده دخل على بروسيا دورتموند، البعض توقع ان بس طفره او فكره ان لاعب بيتالق شويه في الملاعب الالمانيه، بياتي للمان سيتي بنفس الاداء وكل ده وهم عندهم من الاعوام، يعني اعتقد هالاند مواليد 2000 يعني عنده 22 سنه، نفس الحال على مبابي اللي اعتقد تم 23 سنه، فالاثنين صغيرين ودي الخناقه القادمه في فكره مش بس الاغلى الافضل في العالم. مشاهدينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل حديثنا في صباح اون تايم، ابقوا دايما معنا على شاشات اون تايم سبورتس.
بجد التعب حضراتكم مشاهدينا، لازلنا مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم. وصلنا دلوقتي الى فقرتنا، فقره اون فاير نيوز. نتكلم على بداية كده يعني ربط شوية باللي بيحصل في بطولة الدوري، وكنت متواجد طبعا في الاستوديو التحليل الخاص مواجهة الاسماعيلي مع المصري البورسعيدي. اتكلمنا على امور كتيرة جدا بتخص النادي الاسماعيلي، اتكلمنا على فكرة ان ما ينفعش فرقة يعني اول الفرق اللي حصلت على دوري ابطال افريقيا، مرورا بقى بشرف الحصول على بطولة الدوري المصري وبطولة الكاس ومعظم البطولات المحلية المصرية، ما قدمه الإسماعيلي الحقيقة لكرة القدم المصرية بنجوم كبار جدا على مدار التاريخ. يعني مش هذكر أسماء لأن كلنا نعلم تماما هوية كل لاعب ومن أين بدأ مسيرته الاحترافية في كرة القدم، فما يقدمه الإسماعيلي ومحافظة الإسماعيلية أعتقد تستحق الاهتمام دايما. ودايما بنكون زعلانين في آخر كام سنة لما نلاقي الموقف متأزم والتخبط اللي موجود داخل الإسماعيلية، أعتقد أمور كتيرة جدا نعلمها تماما ونعلم أسباب تخبط النادي الإسماعيلي. ولكن الأهم زي ما أنا بتكلم على فكرة الاستمرارية منذ قليل وأشدت بفكرة حرس الحدود وطبعا وجود الكابتن أحمد أيوب وفكرة وجود الكابتن رضا شحاتة مع فرقة الداخلية، الصبر شوية على المديرين الفنيين. شفنا الحقيقة أكتر من تغيير على مدار المواسم الماضية، ودايما تجديد الثقة في عدد من المديرين الفنيين ابتداء طبعا يعني الموسم ده شفنا جريدو بيأتي الكابتن أيمن الجمل بيفوز فوز على إمبي فوز هام وهو الوحيد للنادي الإسماعيلي هذا الموسم، بيتم تجديد الثقة ويتقال إن الكابتن أيمن الجمل المدير الفني أو المدير الفني المؤقت للنادي الإسماعيلي. نفس الحال السنة اللي فاتت كابتن إيهاب جلال والكابتن حمزة الجمل وأمور كتيرة جدا. ولكن النهاردة يعني بدأنا يومنا بخبر هام جدا للنادي الإسماعيلي وتصريحات من الأستاذ أو المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي إن أحمد حسام ميدو مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي وهيكون معاه في الجهاز الفني كابتن محمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى. طبعا يعني المهندس يحيى الكومي قال ان هو هيتولى المهمه الفنيه وان احمد حسام ميدو بيتمتع بالخبرات التدريبيه وبيامل ان هو ينتشر للنادي الاسماعيلي من الكبوه اللي بيمر بيها. وطبعا المباراه اللي جايه للنادي الاسماعيلي مباراه هامه جدا امام نادي الزمالك، واعتقد احمد حسام ميدو هيكون في اختبار صعب جدا امام نادي الاصلي وهو يعلم تماما خبايا نادي الزمالك، فاعتقد ان احنا ممكن نشوف مباراه باذن الله واحده من كلاسيكيات كره القدم المصريه، والقرار هيتم التصديق عليه بشكل رسمي خلال ساعات. بس عشان نقرب شويه من المشهد وايه اللي بيحصل في الاسماعيليه، ما ينفعش ما يكونش معانا الزميل العزيز والمتالق دايما واللي عنده كل التفاصيل والاسرار الخاصه بالنادي الاسماعيلي وكل الانديه الحقيقه مش بس الاسماعيلي، الزميل العزيز شريف عادل يوضح لنا ايه اللي بيحصل في الاسماعيليه وكل المستجدات. نبدا كده اليوم نقرب شويه من المشهد من خلال الزميل العزيز شريف عادل. شريف بصبح عليك، واكيد يعني عندك كلام كتير جدا عن ما يدور او ما يحدث داخل الاسماعيليه والنادي الاسماعيلي. صباح الخير عليك زميلي العزيز محمد غانم. يعني بالتاكيد يا غانم يمكن انت كمان في مقدمتك الرائعه عن النادي الاسماعيلي تطرقت لنقطه مهمه جدا وهي ان النادي الاسماعيلي اول فريق بيحصل على البطوله الافريقيه في الانديه المصريه والعربيه. يمكن كمان يا غانم عايز اقول لك خلاص 9 يناير الجاي كان الاسماعيلي حصل على البطوله دي 9 يناير 1970 ومع كل يوم 9 يناير النادي الاسماعيلي وجماهير النادي الاسماعيلي بتحتفل بذكرى هذه البطوله كانت 9 يناير 1970. النادي الاسماعيلي يا غانم زي ما انت بتتكلم يعني المشهد بيعاني من فتره مش من السنه دي بس بصراحه، يعني وانت دايما بتفتح ملفات وبتتكلم في ملفات النادي الاسماعيلي، الاسماعيلي بقى له اكثر من 3 او 4 سنين من بعد رحيل مستر سيباستيان دي صبري في 2017 والوضع مش افضل حاجه. ما يخص بقى يعني عشان ما ناخدش الناس بقيت اخر المستجدات داخل القلعه الصفراء، البدايه بالتاكيد كانت مع مستر جريدو اللي تولى المهمه في 5 مباريات، ثم من بعده الكابتن ايمن الجمل كقائم باعمال مدير فني. يمكن مجلس اداره النادي الاسماعيلي مع البدايات يعني والمهندس يحيى الكومي كان بياكد دايما وبياكد باستمرار ان هو عنده الحرص ان هو منح الصلاحيات الكامله للاجهزه الفنيه والفتره تكون بشكل اكبر زي ما انت بتقول ان في الاستقرار هو اللي بيولد جزء كبير من النجاح. ولكن فكره غانم برضو مع مستر جريدو ان انت من اصل يعني 5 مباريات ما كنتش حققت ولا انتصار، فالوضع ما كانش افضل حاجه في ظل طبعا انت عارف الانديه الجماهيريه الاوضاع بتختلف في بعض الشيء كمان بيبقى فيه الضغوط الجماهيريه والكلام ده كله، فكان قرار توجيه الشكر لمستر جريدو. وتولى الكابتن ايمن الجمل المسؤوليه في 4 مباريات اللي بصراحه مع كامل افراد جهازه المعاون يعني لعبوا 4 مباريات امام فيوتشر وبيرن واخيرا المصري البورسعيدي الفوز على المصري البورسعيدي والفوز على امبي. ويمكن انت كمان
في تحليلك لمباراه المصري والاسماعيلي، يعني اداء النادي الاسماعيلي كان يعني كان 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 بشكل جيد، ولكن طبعا الظروف في النهايه هي نتائج، فالنتائج ما كانتش افضل حاجه. فكان القرار من مجلس اداره النادي الاسماعيلي بعد هذه المباراه مباشره ان هو يكون في نيه للتعاقد مع جهاز فني جديد. النيه لما كانت موجوده عند مجلس الاداره لضم جهاز فني جديد كان يعني في مؤشرات واضحه جدا ان المدرب اللي هيكون موجود هو مدرب مصري، نظرا لضيق الوقت. انت دلوقتي بتتكلم كل ثلاث او اربع ايام في مباراه بتتلعب في لاي فريق في الدوري المصري، فالنادي الاسماعيلي عنده مجموعه ضغط مباريات كبير جدا في الفتره اللي جايه، فكانت النيه مدير فني مصري. فبالتالي لما تم التطرق لهذا الامر كان طبعا القرار او الاقرب في يوم المباراه ده، يعني لما اتخذ القرار فكان الاقرب احمد كابتن احمد حسام ميدو يكون مدير فني النادي الاسماعيلي. بالفعل كانت في جلسه بالامس، بقى الجلسه تمت بالامس ما بين مجلس اداره النادي الاسماعيلي والكابتن احمد حسام ميدو عشان يعني يتم الاتفاق على كل الخطوط العريضه وشكل الجهاز المعاون للكابتن احمد حسام والاجواء كلها تتم من كل التفاصيل. وبالفعل تم الاتفاق ما بين الطرفين ويبقى التوقيع الرسمي اللي هو منتظر يعني يكون يعني النهارده خلال الساعات اللي جايه، عشان كمان كابتن احمد حسام ميدو عنده يعني حتى الان يعني ان لم يجد اي جديد عنده الرغبه ان هو يقود الفريق في مباراه نادي الزمالك. انت بتتكلم ان النهارده الثلاث والمباراه يوم الخميس، يعني النهارده التدريبه الرئيسيه للنادي الاسماعيلي. هيتم وضع كل البنود العريضه والاتفاقات وخصوص التعاقدات، وكده ممكن الكابتن احمد حسام ميدو يكون متواجد في تدريب النادي الاسماعيلي النهارده عشان يقود تدريبات الفريق استعدادا لمباراه الزمالك. جهاز بقى المعاون للكابتن احمد حسام ميدو يعني حتى الان لحتى الساعات الاولى من صباح اليوم كان احنا طبعا بنقول حتى الان لان طول ما فيش توقيع عقود رسميه يعني ممكن اي متغير يجد، ولكن بناء على الاتفاقات اللي تمت ان الكابتن ايمن الجمل هيرجع تاني لمنصبه، هو كان موجود مع مستر جريدو كمدير للكره، هيرجع تاني كمدير للكره في وجود ايضا الكابتن عمر جمال والكابتن احمد الجمل كمدربين ومساعدين، وهم برضو كانوا متواجدين مع الكابتن ايمن الجمل والكابتن محمد عبد المنصف كمدرب لحراس المرمى، مع الابقاء يعني على الجهاز الطبي والاداري وايضا تواجد الكابتن اشرف خضر كمدرب عام في الجهاز الجديد. تجربه الكابتن احمد حسام ميدو يمكن يشاء القدر ان هو تولى المهمه ايضا في النادي الاسماعيلي في موسم 2015 2016. ده كان الموسم، بدا الموسم مع النادي الاسماعيلي، وكان ده في عهد طبعا رئيس النادي الاسماعيلي الراحل طبعا رحمه الله عليه العميد محمد ابو السعود، وكان راحل عن النادي الاسماعيلي في ديسمبر 2015. يمكن يعني من حوالي بالظبط سبع سنين كان راحل عن النادي الاسماعيلي. احنا برضو بنتكلم ان احنا في التوقيت العالي في شهر ديسمبر 2022، واللي هيشهد طبعا عوده منتظره ليه بشكل رسمي خلال الساعات اللي جايه عشان يكون مدير فني للنادي الاسماعيلي. الاجواء في الاسماعيليه بشكل عام وردود افعال الجماهير بشكل عام خلال الساعات الماضيه من بعد طبعا قرار طبعا او يعني الاعلان عن ان احمد حسام ميدو هو المدير الفني المنتظر، الاعلان عنه رسميا للنادي الاسماعيلي، يعني عايز اقول لك ان في حاله من الارتياح، خاصه ان تجربه كابتن احمد حسام مع النادي الاسماعيلي في 2015 كانت تجربه مميزه، كانت تجربه يعني قدر من خلالها ان هو كان في بعض اللاعبين ان هم يعني كانوا بعيدين عن مستواهم بنسبه كبيره زي شيكابالا وزي مروان محسن وباهر المحمدي، كان بدايه ظهوره ايضا من قطاعات الناشئين كان من خلال طبعا وجود الكابتن احمد حسام ميدو هو اللي كان صعده في 2015. يعني فالمشاهد بتقول ان النادي الاسماعيلي طبعا زي ما احنا متابعين المشهد في مجموعه من اللعيبه ايضا محتاجه انها يعني تستعيد مستواها. هو نفسه امبارح يا شريف صرح تصريح على صالح جمعه، قال يعني صالح جمعه بما يقدمه يستحق التواجد في منتخب مصر، بس محتاجين نقرب من عقليه وقلب اللاعب. واعتقد ان ده تصريح كده ان انا جاي يعني عقليا كده وخليك ان انت تفكر بشكل صحيح في استثمار موهبتك، لان هو قال واشاد بشكل كبير جدا بموهبه صالح جمعه اللي مش موجوده في الملاعب المصريه. بالظبط يا غاني، ممكن ده كمان الربط اللي انا بربطه في التوقيت ده مع كمان مع نظريه مع زي شيكابالا زي ما بقول لك يا غاني، لعب في النادي الاسماعيلي بالظبط من شهر اكتوبر 2015 ليناير 2016، قعد في النادي الاسماعيلي، وبعد كده حتى الاعاره كانت للنادي الاسماعيلي لمده سنه. كان كابتن احمد حسام ميدو لما جه ومسك النادي الاسماعيلي طلب ان هو يضم شيكابالا، وبالفعل ضمه في 2015 على سبيل الاعاره لمده سنه. الاعاره لم تكتمل
خلصت في يناير بالنسبه لشيكابالا بسبب المستوى المميز جدا 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 اللي ظهر بيه شيكابالا مع النادي الاسماعيلي في اربع شهور من اكتوبر ليناير او اقل من اربع شهور كمان. وبالتالي نادي الزمالك تمسك ان هو ايه يعني او مش يعني طبعا في التوقيت ده رجع شيكابالا نادي الزمالك برغبه متبادله ما بين الطرفين ولم تكتمل الاعاره. ده التحدي حتى زي ما انت بتقول يا غانم الكابتن احمد بيصرح وبيقول ان هو اتكلم على صالح جمعه بالتحديد، ده هو اكيد بالنسبه له المشاهد السابقه. طيب انا عايزك في جزئيه مهمه، ويعني ناس كثيره حتى في الشارع والله بتسالني على انديه كثيره جدا، بس دايما بتبسط لما بحس ان في سؤال عن النادي الاسماعيلي، وعايز منك برضو توضح لكل بقى اللي بيسمعوك من اهل الاسماعيليه او محبي كره القدم المصريه الامور بصراحه. طبعا النادي الاسماعيلي عنده ازمه قيد، يعني معنى كده انه لو باع اي لاعب مش هيعرف يعوضه في التوقيت الحالي، ما يدور حول باهر المحمدي، احمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، اللعيبه دي بشكل صريح. وسبب استبعاد عبد الرحمن مجدي عن المباراه الاخيره طبعا احنا بيجي لنا ان هو بسبب الاصابه، بس هل في خبايا يا شريف بسبب قصه ان الضغط؟ ويمكن كابتن محمد صلاح ابو جريشه كان معايا في الاستوديو التحليلي كمان تفضل ووضح، قال ان هو فكره ان عبد الرحمن مصاب لازم ما تبقاش يعني ان احنا نستخف بعقول المتابعين ونفضل نقول ان هو عنده اصابه، المفروض النادي الاسماعيلي يستفاد منه حتى الدقيقه او الثانيه الاخيره حتى لو هيرحل. اكيد يا غانم سؤال مهم جدا جدا، وانت اتكلمت عن ثلاث لعيبه بالتحديد، وزي ما بنقول كده في التوقيت ده هما نجوم الشباك اللي هما مش نجوم يعني ان هما اللي ممكن لو تعرضوا للبيع يجيبوا فلوس. هاخدهم معاك اللاعب لاعب بدايه من مدبولي. مدبولي كده كده خلاص عقده في يناير اللي جاي يحق ليه التوقيع لاي فريق لان عقده بينتهي بنهايه الموسم. فبالتالي خلاص عقد، وحتى الان لم يتم او كان في اكثر من جلسه خلال الفترات الماضيه لم يتم التوصل لصيغه اتفاق، فبالتالي مدبولي حر الانتقال لاي فريق مع نهايه الموسم مش في يناير. فممكن يبقى في توقيت معين بس ممكن يوقع في يناير، يوقع في يناير ويسيب الفرقه في اخر الموسم. بالظبط كده، ويسيب الفرقه في اخر الموسم، وانت بالتالي كنادي ما اتفقتش معاه او ما فيش اتفاق متبادل ما بين الطرفين حتى الان. فبالتالي انت ممكن في توقيت معين بعض الاصوات داخل مجلس اداره النادي الاسماعيلي بدل من اللاعب ان هو يرحل بشكل مجاني، فبالتالي انت ممكن تستفيد منه ماديا ان انت مثلا حاجه تجيه. بس في الحاله دي هيرحل في يناير. في الحاله دي هيرحل في يناير؟ لا بالظبط بالظبط كده، فيرحل في يناير وانت تستفيد منه كنادي اسماعيلي. حتى الان مدبولي زي ما انت شفت طبعا وتابعت في المباراه الاخيره متواجد مع النادي الاسماعيلي وشارك وكده. فيما يخص باهر المحمدي هو مرتبط بتعاقد رسمي مع النادي الاسماعيلي، هو كابتن من كباتن الفريق. الوضع الحالي فيما يخص باهر المحمدي لا هيبقى فيه صعوبه ان هو ممكن يكون مش موجود داخل النادي الاسماعيلي، خاصه زي ما بقول لك ان في تعاقد ومرتبط والكلام ده كله، وكمان الاهم من ده كمان كله هو وضع الفريق. وضع الفريق في جدول الدوري انت بتتكلم ان انت يعني مش في افضل حال في المراكز، فبالتالي صعب ان انت بالنسبه لك تفرط في ركيزه من الركائز الاساسيه وان انت تبيعه ان لم يجد اي جديد برضه. ولكن حتى الان باهر موجود بشكل طبيعي وغيابه بالتاكيد عن مباراه المصري الاخيره بسبب الايقاف. عبد الرحمن مجدي بقى، عبد الرحمن مجدي والصفقه اللي هي انضمت للنادي الاسماعيلي يعني من عده سنوات كان جاي من نادي الترسانه وظهر بشكل مميز جدا مع النادي الاسماعيلي، ولكن ظهوره في الفتره الاخيره يعني ما كانش هو يعني افضل استفاده فنيه من عبد الرحمن مجدي. اتصاب عبد الرحمن مجدي تعرض للاصابه، تعرض للاصابه بالفعل في توقيت معين وكان مصاب وكان بيتم تجهيزه للعوده للمشاركه في المباراه، بالفعل تم تجهيزه واصبح جاهز للمشاركه في المباراه، ولكن التوقيت ده زي ما بنقول كده يا غانم الكيمياء مش راكبه قوي، مش راكبه كمان في فكره ان 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 من وقت للتاني لا عبد الرحمن هيشتكي النادي، لا عبد الرحمن بيرسخ عايز يرسخ عقده، لا في مشاكل عبد الرحمن ليه مستحقات، لا النادي الاسماعيلي طب المفروض يلتزم مع اللاعب، فالكيمياء راحت لحته مش افضل حاجه ما بين الافضل برضه استفاد منه ويرحل واستفاد بمقابل مادي يوقفني على رجلي. وارد وارد جدا جدا يكون، خاصه كمان ان انت كنادي اسماعيلي يعني في التوقيت ده مجلس اداره الاسماعيلي صراحه برئاسه المهندس يحيى الكومي يعني اوفى بعدد من الالتزامات الماليه في الفتره الماضيه، وتم طبعا منح اللاعبين جزء من مستحقاتهم، اضافه طبعا يعني رئيس نادي برضه صلاح المهندس يحيى الكومي دفع من مش من يعني كمان من حسابه الشخصي يعني مستحقات ودفع حاجات الفترات اللي فاتت. فانت دلوقتي حاليا انت مقبل على فتره جايه من الالتزامات، انت داخل على انتقالات يناير برضه، انت بتقول الاسماعيلي موقوف من القيد موقوف طبعا يعني في ايقاف بسبب جدوله في مديونيات متاخره، بعض الشكاوي اللي موجوده،
ولكن زي ما احنا تابعنا المشهد مع بدايه الموسم، انت كان عندك مشكله كبيره جدا، انت كنت ممنوع من كل صفقاتك الجديده اللي انت جبتها طبعا، فانت كان الاسماعيلي حليت الازمه. يعني الازمه ممكن تتحل، ولكن مع توفر السيوله الماليه بتتحل الازمه. لا سعد الجزيري وقف القيد للنادي الاسماعيلي، ولكن هو يعني يا شريف طبعا انت زي ما انت تفضلت ووضحت وانا وضحت، بنامل فعلا واحد من كبار كره القدم المصريه، احنا ما بنقولش بس كبرين وقطبين، لو بنشيد بيهم اهلي وزمالك عشان عدد الالقاب، ولكن نادي الاسماعيلي لا يقل ابدا عنهم، والشعبيه وامدادات للمنتخبات الوطنيه لا تتوقف ابدا من ابناء الاسماعيليه الموهوبين. يعني يا شريف نامل الحل ينصلح ان شاء الله في النادي الاسماعيلي. ان شاء الله يا غانم، وكل الشكر ليك طبعا، وزي ما انت اتكلمت يا غانم عن النادي الاسماعيلي بشكل اكثر من رائع، فعلا مشجع الاسماعيلاوي يعني بيتمنى العوده بقى لمنصات التتويج اللي هي غايبه من موسم 2002، وطبعا فتره كبيره جدا جدا. ده اخر فرقه خدت الدوري على فكره، اخر فرقه غير اهلي وزمالك. الدوري 2002 2002 بعد كده من يعني بقى لنا 20 سنه الدوري يا احمر يا ابيض، اهلي او زمالك. فبنامل المنافسه تبقى موجوده باذن الله ان شاء الله. اشكرك جدا يا شريف وبصبح عليك، ولو دايما عندك اي جديد هنكون في انتظارك باذن الله. كل الشكر ليك. شكرا ليك. بما اننا يعني اتكلمنا طبعا مع زميل عزيز متالق شريف عادل وعرفنا كل اخبار الاسماعيلي، كان ناقص بس يقول لنا التشكيل واللي هيحصل في مباراته القادمه امام نادي الزمالك، نعرف بقى ايه اللي بيدور داخل نادي الزمالك. طبعا تابعنا نادي الزمالك في الجوله التاسعه بيتعادل سلبيا امام مقاولون العرب، اللي برضه بنشيد بالكابتن شوقي غريب وما يقدمه الحقيقه مع فريق مقاولون العرب. معلومه كده على الطاير عن بس الكابتن شوقي غريب والمقاولون العرب، كابتن شوقي غريب منذ ان تولى القياده الفنيه لفريق المقاولون العرب لم يخسر الا في 3 مباريات، خسر السنه اللي فاتت يعني في الدوري اللي فات امام بيراميدز، نفس الهزيمه من نفس النادي السنه دي مع بيراميدز، وتعادل بقى سلبيا في تعادل عامه في الكاس اسف مع النادي الاهلي، وخسر بركلات الترجيح. يعني خسر مباراه بركلات الترجيح امام النادي الاهلي، والسنه دي في الدوري خسر ماتش واحد وهو اقل الفرق هزيمه، في فرقه ما خسرتش خالص زي الاهلي والزمالك وفيوتشر، بنتكلم عن المقاولون العرب اقل الفرق اللي خسرت مباراه واحده، هو الاكثر تعادلا كمان، يمكن تعادل في عدد كبير جدا من المباريات. ولكن كابتن شوقي غريب مع نادي المقاولون العرب لم يخسر الا السنه اللي فاتت امام بيراميدز، والسنه دي ما خسرش برده الا ماتش واحد امام بيراميدز، فتعادل بطعم الفوز برده للكابتن شوقي غريب ورجاله، واللي عمل طفره كمان للعيبه كبيره جدا زي لؤي وائل وغيرهم من اللاعبين اللي قدر ان هو يرجعهم لمستواهم الحقيقي، قلل معدل الاعمار، فبالتالي كانت مباراه صعبه جدا على نادي الزمالك. ولكن ماذا يدور في نادي الزمالك وبدا استعداداته لفرقه زي طبعا النادي الاسماعيلي، بما يدور ايضا في نادي الاسماعيلي والموقف الصعب والمباراه الجماهيريه، واحده دايما من الكلاسيكيات. طبعا هتكلم شويه على جوزفالدو فيريرا اللي كالعاده بيعمل محاضره فنيه وبيشرح للعيبه بالورقه وبالقلم والتحركات وعلى البورد وعلى كل حاجه مدى الاخطاء اللي وقع فيها كل لاعب، فبالتالي كان في طبعا جلسه جمعته مع اللعيبه، عرفهم اخطائهم في مباراه المقاولون العرب وايه اللي عايزه منهم في المباراه القادمه، ده بالنسبه للامور التكتيكيه والخططيه. الجانب البدني طبعا هو دايما بيعمل تدريب ومع تلاحم المباريات، ودايما بنتكلم ان في ضغط مباريات، فبالتالي عمل تدريبات خاصه للمجموعه اللي شاركت كاساسيين في مباراه المقاولون العرب، دول بيعمل لهم تمرين خفيفة كده بلغة الكرة، بيخلي دايما في تناقل للكرات، يعني ما بقاش في حمل بدني جامد على اللعيبة دي. ولكن اللي ما شاركوش بقى دايما بيحط لهم تمرينة بيبقى فيها حمل بدني كبير، جانب خططي، أمور كتيرة جدا، عشان لما يفكر يستعين بأي لاعب من على مقاعد البدلاء يبقى في نفس الفورمة بتاعة اللعيبة الأساسيين. طبعا هو عمل التمرين دي كمان للعيبة المستبعدة والبدلاء اللي حتى شاركوا في المباراة حتى لو على فترات قصيرة زي دونجا على سبيل المثال، وبيقسمهم دايما لمجموعتين، مجموعة بتعمل تدريبات تأهيلية وبتستخدم أدوات التأهيل، وبعد كده بيتدربوا بالكورة. ولكن الأهم كمان على المستوى الفردي دايما إمام عاشور من اللعيبة اللي بنشيد بيها، أحمد مصطفى زيزو اللي بيعمل دايما أرقام استثنائية مع نادي الزمالك، مفاتيح اللعب دي دايما بيكون ليهم برضو جلسة كده وبياخدوا زي جرعات من فيريرا بجانب استثنائي، يعني بياخد اللاعب ده على جنب لوحده ويبدأ يتكلم معاه. طبعا في حضور المترجم والصديق العزيز حسني خطاب اتكلم فيريرا مع زيزو، اداله بعض التعليمات الفنية بتخص طبعا الاختراقات التحركات، بنشوف زيزو اوقات بيتم الاعتماد عليه كمهاجم او شادو سترايكر، زيزو بيلعب ناحيه اليمين، طب شيكابالا بينزل زيزو بينتقل الى الجانب الايسر، الحقيقه الراجل بيلعب في كل انحاء الملعب. ولكن الجلسه دي كانت بخصوص النادي الاسماعيلي،
وبعض الامور الفنيه اللي هو طالبها منه في مباراه الاسماعيلي القادمه. هو طبعا طالب اللعيبه بشكل عام بضروره الفوز وتناسي تماما التعادل السلبي امام القولون العرب والتركيز في مباراه الاسماعيلي. كمان يعني بمناسبه ان احنا شفنا احماءات لمحمد عواد منذ قليل على الشاشه مع حضراتكم، محمد عواد طبعا كان في حرص من الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي ان هو يطمن على محمد عواد ويشوف حالته الفنيه بعد الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه المقاولون العرب. ادى التدريبات التاهيليه بشكل طبيعي جدا مع اللعيبه ولكن ما شاركش في التقسيمه الاساسيه، وامال كبيره جدا في الجهاز الفني ان هو يشارك في مباراه الاسماعيلي القادمه. وان لم يشارك طبعا الجهاز الفني بقياده كابتن ايمن طاهر عنده مجموعه من الحراس المتميزين محمد صبحي وعدد من الحراس المتواجدين في طبعا قطاع الناشئين في نادي الزمالك. فبالتالي دي جوله سريعه كده في اخبار نادي الزمالك سواء عن مركز حراسة المرمى أو حتى الأمور الخططية والبدنية وما يدور في نادي الزمالك. ولكن خبر كده من خلال طبعا المحب نادي الزمالك واللي بيهتموا دايما بأخبار نادي الزمالك، شيكابالا بيحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم، وده من خلال نشره لعدد من الصور على صفحته الشخصية الإنستجرام. بنقول طبعا لابنه كل سنة وهو طيب، وشيء مهم جدا الأباء كده دايما بيعتزوا بأبنائهم وبيتمنوا دايما إن هم يسيروا على دربهم. ودايما بنشوف صور ولقطات لشيكابالا وبيدعب ابنه بكره القدم. لعيبه نادي الزمالك كلها كمان لما بتشوف ادم معامله خاصه لهذا الطفل اللي بيأملوا ان هو يكمل نفس المسيره بتاعه والده. بس انا بحس كده في بعض الفيديوهات ان ادم بيلعب برجله اليمين مش زي والده بيستخدم القدم اليسرى، ولكن اعتدنا ان دايما الجينات بتورث لعدد كبير جدا من ابناء اللاعبين، وامثله كتيره جدا كمان في نادي الزمالك اخرهم يوسف اسامه نبيه اللي عنده نفس الجينات بتاعه والده واللي اعتقد بقى معشوق جماهير نادي الزمالك في الفتره الاخيره. بنقول لادم كل سنه وهو طيب. وطبعا دي كانت كده آخر أخبار نادي الزمالك. هنتقل إلى أخبار النادي الأهلي ولا تقل أهمية عن أخبار نادي الزمالك. نادي الأهلي برضو تعادل سلبيا في المباراة الأخيرة، تعادل بقى بطعم الهزيمة، لأن الحقيقة الكابتن طارق العشري كان مركز بشكل كبير جدا على إن هو يوقف هجمات النادي الأهلي، فبالتالي كولر غير راضي تماما عن الأداء اللي حصل في عدد من المباريات. قلت إن التعادل أمام فيوتشر كان تعادل هيكر فقدان للنقاط للنادي الاهلي، وده واضح. النادي الاهلي طبعا عنده ضغط كبير جدا، ولكن كولر من وجهه نظر الشخصيه ليه سبب ان هو يعني بدا يلعب شويه في التشكيل. النادي الاهلي كان ماشي كويس جدا جدا بالعلامه الكامله، ولكن من خلال طبعا بعض التغييرات والاعتماد على بيرسي تاو كمهاجم في ظل وجود حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين وعدد كبير من اللعيبه. كمان النادي الاهلي لم يستفيد من الصفقات حتى هذه اللحظه. شادي حسين نجم كبير جدا، انت تخليت عن واحد من اللعيبه اللي بتتالق زي احمد ياسر ريان وبتاتي بشادي حسين عشان الراجل يلعب مهاجم او يتم الاستفاده منه في مركز المهاجم، برضه ما بنشوفش الاعتماد على شادي حسين. فالامور داخل النادي الاهلي الحقيقه محتاجه وقفه من اللعيبه قبل ما نقول الجهاز الفني كمان، لان النادي الاهلي بيخسر 4 نقاط في ظرف 3 اسابيع، بالاضافه الى مباراه فاركو اللي يعني حسمها طبعا اصرار وعزيمه لاعبي النادي الاهلي والتفوق في الثانيه الاخيره من عمر المباراه على فرقه فاركو اللي قدمت ايضا مباراه جيده وانتهت بنتيجه 2-1. طبعا كان في اهتمام بشكل كبير جدا بكل الامور الخاصه بمباراه سموحه، وعرض يعني زي شرح شامل للاخطاء بالفيديو. كولر طبعا ذكر لاعبي النادي الاهلي بالاخطاء واللي تسببوا فيه في ظل طبعا كمان غياب الفعاليه الهجوميه. هو الفكره بس مش انت تتناقل الكرات وتقدم كل الامور اللي موجوده يعني بفكره ان انت تستحوذ على الكره، ولكن فين الخطوره على المرمى؟ فاعتقد من الامور اللي يعني كولر كان مهتم بيها بشكل كبير جدا. كمان هنتكلم على استمرار غياب حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي، واحد من الحراس طبعا موجود مع مصطفى شوبير وباقي حراس النادي الاهلي، ولكن هو عنده اصابه كده في العضله الخلفيه وبيحاول ان هو يكمل التاهيل في الجيم عشان يعود مره ثانيه ويكمل التدريبات الجماعيه. ولكن واحنا مع حضراتكم كده واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري والنادي الاهلي عمرو السولية، واحد طبعا من معشوق الجماهير كلها في كل الانديه يعني. هو طبعا بينزل صوره رفقه بنته بنقول لها الف الف مليون سلامه، وهو حتى كاتب الف سلامه عليكي وان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها، كانت اجرت عمليه امبارح. وطبعا دي من الامور اللي موجوده بالسوشيال ميديا ايضا تخص النادي الاهلي، بنامل ان شاء الله يعني ربنا يبارك له فيها كده وينبتها نباتا حسنا ويشوفها ان شاء الله افضل مما هو كمان بيتمنى.
دي كانت واحدة من أخبار النادي الأهلي أيضا اللي بتخص عمرو السولية. مشاهدينا المزيد من الحديث ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا دائما معنا على شاشات أون تايم سبورتس. بجد التايح حضراتكم مشاهدينا، لازلنا مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم والحديث ايضا عن باقي الامور اللي بتخص طبعا مش بس كره القدم المصريه، ولكن نلقي نظره كده سريعه على اهم الاحداث. باذن الله بطوله العالم ال 28 بطوله كاس العالم في الهاندبول هتنطلق قريبا في طبعا الفتره القادمه تحديدا من 11 الى 29 يناير اللي جاي، وده من خلال وقوع منتخبنا الوطني المصري مع مجموعه هامه جدا في بطولة كأس العالم. طبعا هذه المجموعة بتضم منتخبات زي الجزائر والولايات المتحدة، المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة هامة جدا في ظل أكيد سعي دايما مصر إنها تكون بتقدم مستويات جيدة في لعبة كرة اليد. طبعا المجموعة بتضم كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة، زي ما بقول لحضراتكم هتكون بإذن الله مقامة في بولندا. الجهاز الفني بقيادة باروندو اللي يعني تم تجديد الثقة فيه في أكتر من مرة بناء على الإنجازات اللي دايما بيقدمها مع كرة اليد المصرية، حصوله على لقبين في كأس الأمم الإفريقية آخرهم اللي كان متواجد على أراضينا المصرية، مرورا بالإنجازات في الأولمبيكس وغيرها من الإنجازات الموجودة في بطولة العالم. كان هيخوض معسكر طبعا معسكرين، عنده معسكر في فرنسا ومعسكر في رومانيا، ولكن خليني اقول لحضراتكم ان هو قرر في هذا المعسكر ان هو يضم 19 لاعب معاه في حراسه المرمى محمد علي وعبد الرحمن حميد ومحمد عصام الطيار، عنده من اللعيبه بقى ما شاء الله كلهم بيتالقوا ونجوم كبار، عمر بكار، احمد مؤمن، علي زين، احمد هشام، حسن قداح، يحيى الدرع، سيف الدرع، احمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، ومحمد سند، واكرم يسري، ومحمد ممدوح هاشم، ابراهيم المصري، احمد عادل، وعبد الرحمن فيصل، طبعا كريم هنداوي اللي بتسأل عن عدم ذكر اسم كريم هنداوي، طبعا هو فضل إراحته بعد طبعا حالة من الإرهاق اللي بيحصل عليها كريم هنداوي لأنه بيشارك في عدد من المباريات الكثيرة، فبالتالي فضل إراحته في هذا المعسكر وإن شاء الله هيكون متواجد في معسكر فرنسا المقبل، في حين طبعا بيغيب واحد من النجوم الكبار واللي مش هيكون موجود في بطولة العالم دي وهو يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بنقول له طبعا ألف سلامة وعمل العملية طبعا في برشلونة، ونأمل إن شاء الله أنه هيكون متواجد مع المنتخب الوطني المصري لكرة اليد فيما هو قادم في المواعيد. طيب من خلال القائمة لاحظنا عدم وجود اسم كبير جدا وهو اسم اللاعب يعني الملقب طبعا بميسي كرة اليد أحمد الأحمر، اللاعب الأسطوري، اللاعب بقى هنقول أسماء كتيرة جدا على مدى اختلاف أحمد الأحمر وقيمته الكبيرة جدا مع منتخبنا الوطني المصري لكرة اليد. أحمد الأحمر الحقيقة عدم تواجده عامل لنا لغز، بس الراجل حب يفسر الامور ويوضحها بشكل فيه وضوح اكتر لكل اللي بيحبوا كره اليد، وقال لم يتواصل احد معي لتمثيل منتخب مصر في بطوله كاس العالم. نشر الكلام ده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووضح فيه سبب عدم تواجده وهل هيشارك ولا لا بسبب امور كتيره جدا. احمد الاحمر قال صياغه كده، هو اللي كاتب طبعا الكلام ده، ناس كتيره كلمتني ومعتقدين انني لا ارغب في الانضمام للمنتخب، ولكن بالعكس بعد اعلان الاتحاد اعتزالي الدولي كان ما عنديش مشاكل مع ده والدنيا كانت تمام، ولكن بعد اصابه زميلي يحيى خالد، كاتب له طبعا بين قوسين ربنا يشفيه باذن الله ويرجع احسن من الاول، تفاجات بتصريحات انني رفضت الانضمام للمنتخب، والحقيقه ودي بقى الجزء الهام جدا أنه لم يتواصل معي أحد من الاتحاد المصري لتمثيل المنتخب الوطني المصري لكرة اليد من الأساس، لأنني بالتأكيد وقتها لم أكن لأتردد لثواني لخدمة منتخب بلادي اللي من حقه علي أني أكون متواجد حينما يحتاجون، وإن كان ذلك بعيد عن رغبتي في الفترة الحالية. تابع كمان كلامه قال حبيت أوضح ده لأنه ما حصلش كلام من الأساس، وبعيد عن أي شيء أمنيتي أن منتخب مصر يحصل على شيء مشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد. طبعا تصريح هام جدا وبقيمة أحمد الأحمر الكبيرة، وزي ما هو وضح إصابة يحيى خالد وعدم وجود يحيى خالد بسبب الرباط الصليبي، طبعا شفنا الاعتماد كان بيبقى بشكل أكبر على يحيى خالد، ولما بيتم إراحته والتغييرات السريعة اللي دايما بتكون في كرة اليد بينزل أحمد الأحمر ودوره الكبير جدا مع المنتخب كواحد من القادة، وأعتقد وجوده في بطولة العالم مكسب كبير جدا لكرة اليد المصرية، وبنأمل إن شاء الله إن التصريحات دي تاخد جانب من الأهمية، وهل هيكون احمد الاحمر موجود ولا لا، ما دام هو قادر يدي المنتخب حتى لو لفترات من خلال المباريات
يكون اللاعب موجود، لان الاستفاده هتكون كبيره جدا. هو كده وضح تماما حق مصر عليه من خلال هذا التصريح الهام جدا، اللي من خلاله طبعا هو بيعلن تماما ان هو مستعد لخدمه منتخب بلاده في اي توقيت. بنامل ان شاء الله ان المسؤولين في الاتحاد المصري لكره اليد يهتموا شويه بهذا الملف ويوضحوا هذا حقيقه هذه الامور، ان كان الراجل هيتم الاستدعاء ليه بناء على امور فنيه، يعني ده بسبب رغبه بروندو، ولا الامور هل هو تقصير، ولا عشان لاعب كان اعلن اعتزال، ولا الامور هتمشي ازاي. بنامل في النهايه ان شاء الله المنتخب كمان يتالق في بطوله العالم ونحصل على مركز افضل ان شاء الله، وليه لا ما نحصلش على بطوله العالم باذن الله، وده اللي بنمني النفس بيه في ظل الكوكبه الكبيره جدا اللي موجوده في كره اليد المصريه. احد الامور العالميه الهامه جدا اتكلمنا ان فرقه ليفربول عندها مشاكل شويه في منطقه وسط الميدان، وكانوا كده عملوا زي استكشافات لعدد كبير جدا من اللعيبه، في مقدمتهم طبعا بيلينجهام النجم الانجليزي اللي موجود مع بروسيا دورتموند، اللي وصل سعره حتى هذه اللحظه وانا بتكلم مع حضراتكم ل 150 مليون يورو، والمزايده شغال عليه ما بين ليفربول وريال مدريد، وان كان اللاعب شويه بيفكر ان هو يروح لريال مدريد بحكم التاريخ الكبير لفريق ريال مدريد. تاني الصفقات بالنسبه لليفربول اللي يورجن كلوب عايزها كان النجم الارجنتيني اللي حصل على جائزه افضل لاعب شاب او افضل لاعب صاعد مع المنتخب الارجنتيني في بطوله كاس العالم، وهنا بتكلم على انزو فرنانديز الحقيقه اللي بيقدم مستويات جيده جدا في الدوري البرتغالي، او كمان الارجنتين لمعته شويه، ولعيب جوكر بيلعب في كذا منطقه. ثالث اللاعبين طبعا وهو بقى الاهتمام الاهم كان جاكبو. اتكلمنا على جاكبو كتير جدا، واللي متابع الكره الهولنديه عارف قيمه هذا اللاعب، وانا الحمد لله بشكل شخصي اتكلمت على كودي جاكبو قبل بطوله كاس العالم، وقد ايه ان هو هيكون النجم اللي متوقع ظهوره مع المنتخب الهولندي، وبالفعل ظهر وكان هو النجم الهولندي اللي بيمثل منتخب هولندا كاحد الرموز الصاعده. بالفعل هذا الرمز او هذا اللاعب استطاع ان هو بالفعل يتم انتقاله رسميا الى فريق ليفربول، وتم الاعلان عن كل التفاصيل امبارح باستثناء الامور الماديه، وخلاص هيغادر الى انجلترا قريبا عشان يبدا بقى قصه الفحوصات الطبيه والاعلان بشكل رسمي عن هذه الصفقه، اللي ايندهوفن صرح وقال ما قالش التفاصيل الماليه كام، ولكن قال ان هي من حيث الصفقه هي امور طبعا قياسيه بالنسبه لايندهوفن. اعتقد ان هيبقى من الصفقات المهمه جدا، ويورجن كلوب اللي بيستطيع ان هو يشتغل على اللعيبه، فاخرهم طبعا اللاعب بياتيتش اللي كان امبارح كمان بيشارك لتاني مره مع فريق ليفربول بعد ما كان شارك قبل كده في مباراه بورنموث اللي انتهت بتسعه على شيء في الدوري الانجليزي. امبارح بيلعب وبيسجل اول اهدافه الرسميه، عشان كمان بالمناسبه يبقى تاني اصغر لاعب اسباني بيسجل في مسابقات الدوري الانجليزي، وعنده 18 سنه مواليد 2004 كمان على ما اتذكر، وبهدفه ده بيقرب من رقم سيسك فابريجاس، عشان يكون سيسك فابريجاس نجم طبعا اللي مثل قبل كده انديه كتيره جدا برشلونه والارسنال وغيرها، يكون تاني اصغر لاعب اسباني بيسجل، ويبدا بقى الجماهير اللي بتشجع ليفربول بتامل ان يكون عندها لاعب جوكر، لاعب بنفس العقليه كده بتاعت نجوم كبار نشأوا في هذا المركز. ولكن ان كانت تصريحات اللاعب قال ان هو بدأ مسيرته مع كرة القدم في سيلتا فيجو كقلب دفاع، ولما انتقل بقى لأكاديمية ليفربول وبدأ يتدرج في المراحل العمرية الأصغر بدأ ان هو يشارك في عدد من المراكز، ولكن قال بما ان يورجن كلوب هيبدأ يفكر يعتمد عليا في منطقة نص الملعب، انا جاهز ان انا اخدم ليفربول في المكان الأفضل لتحقيق مسيرتي وأحلامي في كرة القدم. كده ليفربول بدأ يبني للمستقبل، واعتقد هيمشي بشكل جيد جدا طول ما يورجن كلوب بيخطط لبناء فرقة كبيرة جدا زي ليفربول. هنقرب اكتر من خلال طبعا هذه الفقرة ونتكلم شوية في كرة القدم العالمية مع الزميل العزيز علي غنيم، ونقرب شوية اللي بيحصل في كرة القدم العالمية، خصوصا بداية الدوري الانجليزي امبارح شفنا مفاجآت كبيرة جدا، نيوكاسل بيبدع ويتفوق بثلاث اهداف مقابل لا شيء، عدد من الاندية بتحقق نتائج ايجابية، ارسنال كمان بعد ان كان خاسرا بيعمل ريمونتادا بيتفوق 3-1 وبيكمل مسيرته الجيدة هذا الموسم في الدوري الانجليزي. نقرب كمان من صفقات ليفربول مع الزميل العزيز علي غنيم. بصبح عليك يا علي. صباح الفل يا غانم، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. يعني نتكلم شويه ايه اللي بيحصل في كره القدم العالميه، انا طبعا كنت بستفيض كده بالحديث شويه، بالنسبه لي عايز اتكلم معاك الاهم، قصه الصفقه الاهم دلوقتي في الفتره الحاليه ما بين الكره الهولنديه اللي دايما عندها عطاء كبير جدا، والانتقال اللي حدث بين ايندهوفن وليفربول، وانتقال نجم هولندا جاكبو الى ليفربول. طبعا يعني ليفربول فاجئنا امبارح ان هو قدر ينهي صفقه جاكبو في وقت قصير جدا، رغم ان كان في اكثر من فرقه متابعه جاكبو، كان ابرزه مانشستر يونايتد، يعني مانشستر يونايتد كان متابع بشكل جيد، ما بنضغطش بشكل جيد، فعشان كده الدفاع بتاعنا بيبان ان كان وحش.
بالتأكيد يعني بشكرك يا علي، ودايما بنتمنى تواجدك معنا ونوضح بعض الأمور اللي تخص كمان كرة القدم العالمية. كان معنا طبعا في هذه المداخلة الهاتفية الناقد الرياضي والمحلل الرياضي علي غنيم، والحديث عن بعض الأمور اللي بتخص ليفربول، اللي بالمناسبة كده بعض الأرقام السريعة عن نجمنا المصري محمد صلاح. امبارح طبعا محمد صلاح بتسجيله لهدف وصناعته الهدف بيصبح أكثر اللاعبين مشاركة في صناعة وتسجيل الأهداف بالنسبة ليفربول بعد ستيفن جيرارد، بعد قدر ان هو يسجل 50 هدف ويصنع 50 هدف. كمان محمد صلاح بيسجل خارج الارض اهداف كتيره جدا، تسجيله امبارح في ملعب الفيلا بارك بيوصل للهدف رقم 55 خارج الديار، معادلا رقم مايكل اوين. هي ارقام كتيره جدا لنجمنا المصري محمد صلاح، اللي دايما بنامل ليه كل التوفيق ان شاء الله في الملاعب الانجليزيه. مشاهدينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نكمل ما تبقى لنا من حلقتنا النهارده في صباح اون تايم. في بداية الحلقة كان هممنا التواصل مع حضراتكم من خلال السؤال اللي طرحناه عليكم من فقرة اللعبة، وكنا بنسأل حضراتكم من هو أفضل محترف مصري لعام 2022 أو لاعب مصري بيمثل مصر في الملاعب الأوروبية. وصلتنا عدد من الإجابات، هبدأها مع أحمد سيد بيقول صباح الفل عليك يا غانم، أنا كمان بصبح عليك. أفضل محترف مصري لعام 2022 هو محمود حسن تريزيجيه، طبعا كل التحية لمحمود حسن تريزيجيه. هروح لإجابة أخرى من محمد ندى بيقول فخر العرب مو صلاح. ايضا احمد انور بيقول فخر مصر محمد صلاح، ومصطفى محمد عامل موسم رائع. جنة الرحمن كمان عندها اجابه خاصه باكيد لاعبنا المصري، كاتبه فخر العرب محمد صلاح. بنهايه هذه الاجابه بنكون وصلنا كمان لختام حلقتنا النهارده من صباح اون تايم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ودائما اللقاءات تتجدد عبر شاشتنا اون تايم سبورتس.